وفي تداعيات انتشار فيروس كورونا يتواصل تهاوي مؤشرات أهم البورصات العالمية في ظل تخوفات من ركود اقتصادي عالمي جديد وأرقام مخيفة تسجلها منظمة الصحة العالمية عبر العالم. ملك ساحقي، تتلاحق تبعات فيروس كورونا الجديد على العباد كما الاقتصاد العالمي، وتزداد التخوفات من ركود اقتصادي في البورصات العالمية رغم الأنباء الإيجابية القادمة من الصين، فقد منيت الأسواق العالمية بخسائر جديدة. في المقابل سجلت أسعار النفط صعودا طفيفا، حيث اقترب سعر خام برينت من 34 دولار للبرميل. وبأرقام ثقيلة سجلت منظمة الصحة العالمية وفاة نحو 5000 شخص عبر العالم، أغلبها حالات سجلت في الصين، تلتها إيطاليا التي وصلت إلى أكثر من 15000 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10000 حالة إصابة ووفاة 514 شخصا. إسبانيا بدورها تعلن حالة الطوارئ اليوم بوفاة 120 شخصا وأكثر من 4000 حالة إصابة جديدة. الخبراء حذروا من احتمال إصابة عدد كبير من الناس بالفيروس الجديد في ضوء نقص المختبرات ووجود حالات لا يتم الإبلاغ عنها.